دكتور إيهاب، بالمناسبة مين حاليا المشرف العام على منتخب مصر من اتحاد الكورة؟ لغاية دلوقتي لم يتم الحديث في هذا الجانب اطلاقا. وبرضه عشان اقول بعض الناس قالت لك ايه ده، الكابتن حسن حسن والكابتن ابراهيم طلبوا بعدم وجود الكابتن حازم، وده ما حصلش اطلاقا، لان برضه الكابتن حسام حسن لعب مع الكابتن حازم امام، هو كابتن ابراهيم، سواء كان في منتخب مصر او في نادي الزمالك في الفتره اللي لعب فيها، وقريبين من بعض جدا. ومن اول الناس اللي هن الكابتن حسام والكابتن ابراهيم بتوليم المنتخب كان الكابتن حازم امام، واعلن ذلك على صفحته الرسميه. ولو الراجل كان معافى كان اول الناس هيكون موجودين في توقيع. دكتور ايهاب معلش، انا اسف للمقاطعه بس هسالك بوضوح، هل ده معناه ان الكابتن حازم ما زال في مهمته مشرفا على منتخب مصر، ولا هيبقى فيه اسم اخر؟ احنا بعد رحيل مستر فيتوريا لم يعني ما كانش فيه مدير للمنتخب في الفتره اللي فاتت خالص. يعني مع احترامي الكامل للكابتن غرابه، هو كان مدير الاداري للمنتخب مصر. لا 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 ثواني دكتور ايهاب، انا كده بتلخبط. هو كابتن محمد غرابه والمهندس محمد غرابه ما كانش مدير منتخب مصر؟ لا، تسكينه الرسمي داخل الاتحاد كان المدير الاداري لمنتخب مصر وليس مدير منتخب بس مصر. بس هو كان يعرف نفسه بهذا الاسم، واحنا كمان في اعلاميا كانت الناس تقول كده، واحنا في بعض البرامج قلنا لا، مع احترامي الكامل شخصيه محترمه وعملت دورها على افضل ما يكون، يعني الراجل اللي عمل دوره. بس انا بقول لك التسكين الرسمي اللي كان موجود داخل مجلس اداره الاتحاد المصري من بعد كابتن محمد بركات كان اتلغى هذا المنصب، فعاد منصب مدير الكوره مع الكابتن ابراهيم حسن. ممكن انت دلوقتي ما تبقاش محتاج عند الكابتن ابراهيم مدير الكوره، هيكون مع المجلس. ممكن احنا كمجلس نرى ان وجود مشرف على المنتخب، وهيكون في الحاله ديت الكابتن حازم امام. اولا الاستاذ جمال علام بصفته رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وبيكون مشرف على كل ما يخص الاتحاد، سواء كان في المنتخبات، في كل المنتخبات هو له الاشراف الاول. لكن في حاله تعيين مشرف للمنتخب بكل تاكيد مش هنلاقي افضل من الكابتن حازم امام بصفته نجم كبير جدا في عالم كره القدم، والناس كلها عارفه كده، اللي هو هيكون حلقه الوصل ما بين مجلس الاداره وما بين الجهاز الفني. لكن احنا في الفتره دي زي ما بقول لك لم يتم التواصل لمرض الكابتن حازم في الفتره الماضيه. الحاجه الثانيه لان التواصل كان مستمر على طول ما بين الجهاز الفني ومجلس الاداره، في تواصل مستمر.